نرحب بكم طلبتنا الأعزاء إن شاء الله بالمحاضرة الأولى في الفصل الدراسي الثاني. اليوم راح نبدي محاضرتنا إن شاء الله عن الـ Sequential Digital Circuits. بدءاً إحنا راح نراجع الـ Combinational Logic Circuits اللي تم تناولها بالمحاضرات الماضية بالفصل الدراسي الأول. وقلنا انه الكومبينيشن لوجيك سيركت تتكون من الاند جيت، الاور جيت، النوت، وكذلك ممكن استخدام يونيفرسال جيتس مثل الناند والنور، ويتم تجميعها او ربطها سويا لانجاز يعني وظيفة محددة مثل ما تكلمنا بالفصل الدراسي الماضي. مثال على هاي الدوائر اللي تم ربطها بالفصل الدراسي الماضي هي دوائر المالتيبلكسر ودوائر الدي مالتيبلكسر وكذلك دوائر الديكودر والإنكودر والآدر والسبتراكتر والكومبارتر وغيرها من الوظائف اللي ممكن أن تنجز بواسطة استخدام كومبينيشنال ديجيتال سيركت. من الملاحظات المهمة انه هاي الدوائر انه الاوتبوت مالت الدائرة مالتي في اي لحظة زمنية راح يكون هو معتمد على الانبوت بالدائرة بتلك يعني اللحظة، اي انه هاي الدوائر يعني اقصد بها الدوائر كومبينيشن لوجيك سيركت اللي واضح يعني بشكل امامنا انه ما تحتوي على ميموري. طبعا يتم تصنيف هذه الدوائر يعني أقصد بها الدوائر كومبينيشن تجميعية إلى ثلاث مجاميع مثل ما نشوف الآن بالرسم. المجموعة الأولى تسمى Arithmetic and Logic Functions، والأمثلة اللي عليها هي الآدر والسبتراكتر والكومبارتر والبي أل بيز. المجموعة الثانية يسموها مجموعة نقل البيانات اللي هي المالتيبلكسر الدي مالتيبلكسر والإنكودر والديكودر، يعني نقصد بها الداتا ترانسميشن. المجموعة الثالثة هي الكود كونفرتر اللي هي تحويل من شكل إلى شكل آخر، ونطينا مثال عليها هو الباينري بي سي دي والسيفن سيجمنت. موضوع الدوائر السيكونشال ديجيتال سيركتس هو من المواضيع المهمة جدا والتي لها تطبيقات كثيرة جدا. حيث يكون طبعا جوهر الاختلاف بالدوائر السيكونشال لوجيك سيركت يكون الاوتبوت مال هذه الدوائر ما يعتمد فقط على البريزنت ستيت للحالات الانبوت، يعني انه هاي الدائرة اللي هي sequential logic circuits ما راح يكون الاوتبوت معتمد على الانبوت فقط، لكن يعتمد ايضا على الباست ستيت الحالة الماضية للانبوت للدوائر مالتنا، حيث تحتوي هذا النوع من الدوائر على ميموري. اذا انه هذا النوع من الدوائر راح يكون عندي الاوتبوت ما يعتمد على الانبوت وانما يعتمد ايضا على previous state ويكون محتوي على ميموري. وأبسط نوع من أنواع الميموري يمكن بناءه حتى يتذكر الإشارة اللي كانت يعني يقصد بها يعني تكون أما لوجيك واحد أو لوجيك زيرو اللي كانت مرتبطة بالأنبوت. أبسط نوع يمكن أنه نشوفه ونصنعه هو من الأورجيتس كما موضحة بالشكل اثنين هذه اللي هي أمامنا. نلاحظ انه الاوتبوت مالتي ده يأثر الكيو ده يأثر على الانبوت سيجنال. هذا الشكل الثالث اللي هو فيجر 3 يمثل المخطط العام للسيكوينشال ديجيتال سيركت. راح نلاحظ انه الاوتبوت مالتي اللي هو يمثل next state راح يكون يدخل الى ميموري ومن ثم يكون مؤثر كبريزنت ستيت ويا الانبوت. الان
راح ننتقل الى موضوع اللاتشوال فليب فلوبس. بالنسبه الى اللاتشوال فليب فلوبس، يعني مثل ما عرفنا سابقا بموضوع الكومبينيشن لوجيك جيتس، انه الدوائر الاساسيه اللي يتم بنائها بالنسبه للكومبينيشن لوجيك جيت تعتمد على الجيت، مثل ما قلنا انه الان جيت اور جيت نان جيت، ويتم تجميعها وربطها لانجاز وظيفه معينه. الان بالسيكونشال لوجيك سيركت، مثل ما قلنا انه احنا الاوتبوت ما يعتمد فقط على الانبوت، لكن ممكن انه يكون يتاثر ببروفيس ستيت، ذاك يحتاجون الى ميموري. فراح تعتبر اللاتش والفليب فلوبس هي الوحدات البناء الاساسيه للسيكونشال سيركت. يعني الجيتس العاديه الاند ناند نور هي وحدات بناء كومبينيشن لوجيك سيركت النوع الاول، بينما اللاتش والفليب فلوب هي وحدات البناء الاليمنتس الاساسيه اللي ينبني من عندها النوع الثاني اللي نتكلم عليه اليوم، اللي هو السيكونشال سيركت. طبعا الجيتس يتم صناعته بشكل مباشر مثل ما عرفنا من دراسة سابقة من الترانزستورز. الترانزستورز اللي هي الوحدات الأساسية لتصنيع الجيتس. اللاتش يمكن بنائها أيضا من باستخدام الجيت. إذا الجيت مصنوع من الترانزستورز، اللاتش يمكن بنائها من الجيتس، بينما الفليب فلوبس يمكن بنائها من اللاتش. واضح هذا السيكونسي او التتابع بالعمليات المانيفاكتشرنج. يعني هاي الحقيقه هي لتبسيط وفهم اللاتش والفليب فلوبس حتى تبدي تكون واضحه بالنسبه لك، انه اني الجيتس هي وحدات بناء كومبينيشن لوجيك، اللاتش يمكن بناءها من الجيتس، الفليب فلوب يمكن بناءها من اللاتش. طبعا هذا يعتبر كليهما، نقصد بها اللاتش والفليب فلوبس، هي عناصر دوائر تمتلك اوتبوت لا يعتمد على الحالة الحالية للإدخال، لكن يعتمد على الانبوت والاوتبوت البريفيوس السابق. إذن أعيد أنه اللاتش والفليب فلوبس هي عناصر دوائر تمتلك output لا يعتمد على الحالة الحالية للإدخال، لكن ممكن يعتمد على الانبوت والاوتبوت البريفيوس السابق. طبعا الاختلاف الرئيسي ما بين اللاتش وما بين الفليب فلوب يمكن ملاحظته انه الفليب فلوبس تحتوي على clock signals، بينما اللاتش لا تمتلك clock signals. ان شاء الله بالمحاضرات القادمة راح نبدي ناخذ الوحدات الاساسية بالتفصيل لبناء sequential logic circuit.